مع إفريقيا يتمثل في مساعدتكم على تحقيق هذه الرؤية، وبدلا من إرسال مساعدات غذائية إلى إفريقيا أرسلنا 2000 مزارع لمساعدتكم، ومع تحالف الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار مليارات الدولارات في إفريقيا نستطيع أن نرفع 50 مليون إفريقي من دائرة الفقر. وبدلا من مساعدة من إرسال المساعدات لبناء محطات الكهرباء نستطيع أن نعمل مع إفريقيا على تخفيض عدد أولئك الذين لا تتوفر لهم الطاقة الكهربائية. نستطيع أن نجلب الكهرباء لأكثر من 60 مليون بيت وشركة إفريقية وإيصال وربط الاقتصاد الإفريقي مع الاقتصاد العالمي. وبدلا من أن نقول لإفريقيا إنكم لوحدكم في التعامل مع التغير البيئي، نوفر لكم الأدوات لأكثر من 40 دولة لمساعدتكم على التكيف، وعن طريق الاستثمار في الرياح والطاقة والطاقة المائية تستطيعون تحويل التهديد البيئي إلى فرصة. وأنا أحث إفريقيا كي تنضم لنا كي نصل إلى اتفاق عالمي قوي حول التغير المناخي. هناك جفاف ونقص في المياه والمواد الغذائية، وهذه مسألة بقاء على قيد الحياة ومسألة كرامة إنسانية. وبدلا من إرسال الدواء نستثمر في علاج أفضل ومساعدة إفريقيا على علاج الأمراض. وفي الوقت الذي تستمر فيه أمريكا في إرسال مليارات الدولارات لمحاربة الإيدز وتقوم بلادكم بامتلاك البرامج الصحية، نعمل باتجاه إنجاز تاريخي، أول جيل بدون إيدز، مرض الإيدز. ولو تعلم العالم أي شيء من إيبولا فإنه تعلم أن أفضل طريقة لمنع الوباء يتمثل في بناء أنظمة صحية تمنع تفشي المرض بالدرجة الأولى. هناك شراكة مع الاتحاد الإفريقي، واليوم أستطيع أن أقول أنه من المليار دولار الذي كرسته أمريكا لهذا، نصف هذا المبلغ سيدعم جهود إفريقيا في هذا المضمار. أعتقد أن تقدم إفريقيا سيعتمد أيضا على الديمقراطية، وذلك لأن الأفارقة مثل الشعوب في كل مكان يستحقون كرامة أن يكونوا مسيطرون على حياتهم. نحن جميعا نعرف ما هي مكونات الديمقراطية الحقيقية، إنها تشمل الانتخابات الحرة والنزيهة، وأيضا حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع. هذه الحقوق حقوق عالمية وهي مجسدة في الدساتير الإفريقية. الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان يقول أن كل فرد يجب أن يتمتع بالحقوق والكرامة، من سيراليون، غانا، بنين، إلى بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا. الديمقراطية تترسخ، وفي نيجيريا أكثر من 28 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بسلام. ولكن في هذه اللحظة هذه الحريات محرومة بالنسبة للكثير من الأفارقة. وعلي أن أقول أن الديمقراطية لا تتمثل فقط في الانتخابات الرسمية. عندما يسجن الصحفيون لقيامهم بعملهم، أو الممثلون يهددون، أو عناصر المجتمع المدني يهددون، عندها تكون هناك ديمقراطية بالاسم ولكن ليست بالجوهر. وأنا مقتنع أن الدول لا يمكن أن تحقق وعد الاستقلال الكامل إلى أن تحمي حقوق شعوبها، وهذا ينطبق على الدول
التي أحرزت تقدما ديمقراطيا هاما. وكما أشرت خلال زيارتي لكينيا، المكاسب العظيمة التي حققتها تلك البلاد بدستور جديد وبالانتخابات لا يمكن أن تهدد من خلال القيود المفروضة على المجتمع المدني. أيضا الدولة المضيفة إثيوبيا لديها الكثير الذي تفخر به. لقد أصبت بالدهشة من حجم العمل الذي تم تحقيقه. صحيح أن الانتخابات التي جرت هنا جرت بدون عنف، لكن كما ناقشت مع رئيس الوزراء هذه بداية الديمقراطية، وإثيوبيا لن تطلق إمكانيات شعبها بالكامل إذا كان الصحفيون مقيدون والمجتمع المدني لا يمكن أن يشارك في الحملة الانتخابية. وأقر رئيس الوزراء أن هناك الحاجة للمزيد من العمل كي تكون إفريقيا ديمقراطية كاملة ومستدامة. هذه هي المحادثات التي يجب أن نجريها كأصدقاء. الديمقراطية الأمريكية ليست مثالية أو كاملة، وقد عملنا لسنوات عديدة، ولكن هناك شيء نفعله، وهو أننا نقوم باستمرار بإعادة النظر في كيفية جعل ديمقراطيتنا أفضل، وهذا مصدر قوة. أن ننظر وأن نرى بأمانة ما نحتاج أن نقوم به لتحقيق وعد الوثائق المؤسسة للولايات المتحدة. وكل دولة عليها أن تمر في هذه العملية. لا توجد دولة مثالية، ولكن يجب أن نكون أمناء وأن نطمح لتوسيع الحريات وأن نوسع من قاعدة الديمقراطية. الفكرة الأساسية عندما لا يستطيع المواطنون ممارسة حقوقهم فإن على العالم أن يتحدث، وأمريكا تقوم بذلك حتى لو هذا لم يكن مريحا ويكون أحيانا موجها ضد أصدقائنا. أعرف بعض الدول التي لا تقول أي شيء، وربما هذا أسهل بالنسبة للقادة أن يتعاملوا معه، ولكن هكذا نحن نؤمن بهذه الأشياء. وأود أن أكرر، نحن نفعل هذا ليس لأننا نعتقد أن ديمقراطيتنا مثالية أو أن على كل دولة أن تتبع مسارنا. مضى أكثر من قرنين منذ استقلالنا، ونحن لا نزال نعمل على تحسين ديمقراطيتنا. ولكن عندما نتحدث بالأصالة عن مبادئنا هنا وفي الخارج، فإننا نبقى متمسكين بقيمنا، ونعتقد أن هذا مهم. وهذا مهم على وجه الخصوص بالنسبة لنا نحن من أصل إفريقي، لأننا نعرف الشعور عندما نكون في موضع الضحية. نعرف الشعور عندما نسجن. كيف يمكن أن نقف جانبا وهناك شيء يحدث لطرف آخر؟ أكون أمينا معكم. أمريكا لا يجب عليها فقط أن تتحدث عن هذه الأشياء، الدول الإفريقية أيضا يجب أن تتحدث عن هذه الأشياء. وكما أن دولا أخرى ساعدتكم في الاستقلال، فإن دولنا يجب أن ترفع صوتها عندما تحرم الشعوب من حقوق الإنسان. الأفارقة لديهم الحق في الحريات العالمية. هذه ليست فكرة غربية وإنما فكرة إنسانية. علي أيضا أن أقول أن التقدم الديمقراطي الإفريقي معرض للخطر عندما يرفض القادة التنحي عندما تنتهي ولايتهم. دعوني أكون أمينا معكم، أنا لا أفهم هذا. أنا في ولايتي الثانية، وكان هذا شرفا عظيما لأن أعمل أو أخدم كرئيس أمريكي. لا يمكن أن أتصور شرفا أعظم أو وظيفة أكثر إثارة. أنا أحب عملي، ولكن في ظل دستورنا لا أستطيع أن أخوض الانتخابات من جديد.
أنا في الواقع أعتقد أنني رئيس جيد، وإذا خط الانتخابات من جديد فسوف أفوز، ولكن لا أستطيع أن أخوض الانتخابات. إذن هناك الكثير الذي أود أن أعمله كي تستمر أمريكا في التحرك إلى الأمام، ولكن القانون هو القانون، ولا أحد، لا يوجد شخص فوق القانون حتى لو كان الرئيس. سأكون أمينا معكم، أنا أتطلع للحياة بعد منصب الرئيس. أستطيع أن أمشي، أمضي وقتا مع عائلتي، أجد طرقا جديدة للخدمة، أزور إفريقيا أكثر. ولكن أنا لا أفهم لماذا يريد البعض أن يبقى لفترة طويلة، خاصة عندما تكون لديهم أموال طائلة. عندما يحاول القائد تغيير قواعد اللعبة في منتصف اللعبة، فإن هذا قد يعرض الاستقرار للخطر، كما رأينا في بوروني. وهذا غالبا هي الخطوة الأولى باتجاه مسار خطير. أحيانا تسمع القادة يقولون: أنا الشخص الوحيد الذي يمكن أن يعمل على تماسك البلاد. لو كان هذا صحيحا فإن القادة يكونوا قد فشلوا في بناء البلاد. انظروا على نيلسون مانديلا، هو مثل جورج واشنطن، ترك إرثا دائما، ليس لأنه أراد التمسك بالسلطة، وإنما لأنه أراد التخلي عن السلطة. وكما أدان الاتحاد الإفريقي الانتقال غير المشروع للسلطة، هذه الأصوات القوية يمكن أن تساعد على احترام القادة الأفارقة لمؤسساتهم. لا أحد يجب أن يبقى رئيسا مدى الحياة، والبلاد تكون في وضع أفضل إذا كانت هناك دماء جديدة وأفكار جديدة. أنا لا أزال شابا، ولكن أعرف أن شخصا جديدا ستكون لديه طاقة جديدة ورؤية جديدة، وهذا جيد لبلادي، سيكون جيدا لبلادكم أيضا. في بعض الحالات تقدم إفريقيا يعتمد أيضا على السلام والأمن، لأن جزءا أساسيا من الكرامة الإنسانية أن تكون آمنا وسالما. وفي أنغولا وموزمبيق وليبيريا وسيراليون نرى نهاية للنزاعات وعمل لبناء البلاد. من الصومال إلى نيجيريا ومالي وتونس، الإرهابيون مستمرون في استهداف الأبرياء. الكثير من هذه المجموعات ترفع لواء الدين، ولكن مئات الملايين من المسلمين يعرفون أن الإسلام يعني السلام. يجب أن نسمي مجموعات مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام اسمهم بأسمائهم الحقيقية: قتلة، مجرمون. وفي مواجهة التهديدات، إفريقيا والاتحاد الإفريقي أظهرت قيادة، لأن قوة الاتحاد الإفريقي في موجودة في الصومال، حركة الشباب تسيطر على أراضي أقل، وفي إفريقيا الوسطى هناك مهمة أو بعثة للاتحاد الإفريقي قادرة على تحجيم جيش الرب. وأيضا في مالي هناك إنهاء لوحشية بوكو حرام.
الكثير من قوات حفظ السلام الإفريقية تكرم، وأود منكم أن تعرف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، وبالدعم والتدريب نساعد القوات الإفريقية على أن تكون أكثر قوة، وأمريكا تدعم الاتحاد الإفريقي في مجهودات حفظ السلام والتعامل مع الأزمات، وأيضا الشراكة الخاصة بقوات حفظ السلام السريعة. سأستضيف قمة لتأمين التزام جديد بقوات حفظ السلام بما فيها هنا في إفريقيا، وبناء على التزامات انطلقت من هنا نعمل على بناء شراكات جديدة بينكم وبين الأمم المتحدة للحصول على الدعم لعمليات حفظ السلام. لو الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين عملوا سويا نستطيع أن نعزز الأمن والسلام في إفريقيا. جهودنا يجب أن تضارعها التزامات لتحسين الحكم الرشيد، وهذا أحد أفضل الأسلحة ضد الإرهاب وعدم الاستقرار. قتالنا ضد المجموعات الإرهابية لن نفوز فيه إذا فشلنا في التطرق للشكاوى المشروعة التي قد يحاول الإرهابيون استغلالها. إذا لم تبني الثقة مع كل المجتمعات المحلية وتحترم سيادة القانون، هناك مثل يقول لو ضحيت بالأمن باسم السلام فإنك ستفقد الاثنين. الغرض هو إنهاء النزاعات، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى روح الحوار يجب أن يعتمده أيضا القادة، وفي مالي اتفاق السلام الشامل يجب أن يتحقق، وقادة السودان يجب أن يعرفوا أن البلاد لن تزدهر طالما أنهم يشنون حربا على شعبهم. وفي جنوب السودان فرح الاستقلال تحول إلى يأس العنف. أنا كنت هناك في مؤتمر الأمم المتحدة عندما ساعدنا جنوب السودان كوعد لبداية جديدة، والسيد كير والسيد مشار لم يظهروا اهتماما بالتوصل إلى حل سلمي. اتفقنا على إعطاء الموقف الحالي. السيد كير ومشار يجب أن يصلوا إلى اتفاق بحلول 17 من أغسطس، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن المجتمع الدولي سيرفع من تكلفة العناد. هناك لجنة تحقيق من الاتحاد الإفريقي، يجب أن نعمل على السلام الدائم. And finally, Africa's progress will depend on upholding the human rights of all people. وأخيراً تقدم أفريقيا سيعتمد على جهود كل الأشخاص إذا عملنا بالكرامة، وأنه يجب أن تضمن لكل شخص نفس الكرامة. وبصفتي رئيس أنا مصر على الالتقاء مع الكثير من القادة الأفريقيين. تعرفت على شاب من السنغال وقال أن أحد الأمور الجميلة التي تجمعنا هي كوننا أشقاء وشقيقات، وقال أنا هنا تعرفت والتقيت بأفريقيا، أفريقيا التي لطالما حلمت بها، فهي جميلة ويافعة ومليئة بالمواهب والطموح، وأنا وافقت على ذلك. أفريقيا هي الإبنة الجميلة مثل الأبناء الأفريقيين، وكأب أنا أؤمن بأن ابنتي يجب أن تحظيا بنفس الفرصة ونفس الفرص كأي ابن وأي شخص آخر، والأمر ينطبق أيضا على كل الفتيات هنا في أفريقيا. يجب أن تعامل فتياتنا بالمثل، لا يمكننا أن ندع التقاليد أن تقف وتعترض الطريق، فإن التاريخ أظهر لنا بأنه عندنا القدرة على توسيع مخيلاتنا
عائلتنا. وقد رأينا أن بعض التقاليد هي تفيدنا وهي تبقينا على توازن، ولكن في عالمنا المعاصر هناك تقاليد تعود بنا إلى العصور القديمة. وعندما تتعرض الفتيات الإفريقيات للانتهاكات بسنين مبكرة في السن 9 و10، فهذا يرجعنا إلى العصور القديمة، فهذه ليست من التقاليد ويجب أن تنتهي. عندما أكثر من 80% من حالات أمراض السيدة في هذه الدول هي من الفتيات، فهذه مأساة. لذلك أمريكا ستبدأ شراكة جديدة مع 10 دول أفريقية: كينيا، ملاوي، موزمبيق، جنوب أفريقيا، تنزانيا، زيمبابوي، من أجل الحفاظ على سلامة الفتيات والتأكد من عدم إصابتهن بالسيدة. وعندما لا تستطيع الفتاة الذهاب إلى المدرسة وأن تنضج ومن دون أن تعرف الكتابة والقراءة، فهذا يحرمها من المستقبل، من المستقبل أن تكون مهندسة، من أن تكون طبيبة وصاحبة شركة وسيدة أعمال. فكل هذه الأمور فهي التي تعود بنا إلى الماضي، يجب أن تعامل مثل فتياننا. كنت أقول في كينيا أنه لا أحد سوف يأسس فريقا من كرة القدم ويمنع نصف الفريق من اللعب، فسوف تكون الخسارة. والأمر سيان عندما يتعلق بتوفير التربية والتعليم للجميع. لا يمكننا أن نتغاضى عن باقي الأعضاء. وكجزء من دعم أمريكا للتعليم ولصحة بناتنا، زوجتي ميشيل تساعد في قيادة حملة عالمية في تنزانيا وملاوي برسالة بسيطة: دعوا الفتيات تتعلمنا لكي تنضجنا وتصبحنا فتيات قويات وتصبحنا سيدات أعمال وأمهات، فهذا مفيد للأمة. دولة أفريقيا هي دولة قوية بحيث تستطيع الفتاة أن تصبح امرأة عظيمة، والنجاح يكمن في طريقة معاملة المرأة. وعندما تتمكن المرأة من النفاذ إلى العناية الصحية، تزدهر الاقتصادات وتقوى الاقتصادات والدول تصبح مزدهرة أكثر. انظروا إلى النساء الأفريقيات البارعات هنا. إذا أردتم لدولتكم أن تنمو وتزدهر، فعليكم أن تمكنوا النساء. عندما نمكن النساء لن نواجه المشكلة. لنعمل سويا لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الجنسية. دعونا نتخلص من كل هذه الجرائم ونلاحق المجرمين ونعاقبهم. دعونا نرتقي بمكانة النساء القياديات اللواتي تستطعن المكافحة من أجل المساواة والفرص المتساوية، وبهذه الطريقة تستطيع المرأة أن توظف الرجال. سوف نكون في حال أفضل عندما تحظى المرأة بالمستقبل المتساوي. وأفريقيا هي النسيج الجميل المكون من مختلف الأديان والأعراق. الليلة الماضية شاهدنا فرقة رقص جميلة مكونة من أطفال من الشوارع الذين شكلوا فرقة رقص وقدموا أداء لرئيس الوزراء ولي، وكانوا يتحدثون أكثر من 80 لغة مختلفة، وعرضوا علينا 30 رقصة مختلفة، وكان رئيس الوزراء يحاول أن يتذكر اسم كل رقصة، وكانوا يرقصون بسرعة. وهذا التنوع هنا في إثيوبيا يمثل التنوع الموجود في كافة أفريقيا، وهذه نقطة قوة. والأمس كان لي الشرف بالتعرف على موسي، وهي من أجدادنا. In this tree of humanity.
وفي هذه شجرة الإنسانية هذه بتنوع الأغصان نعود كلنا إلى نفس الجذور، فنحن كلنا نتحدر من عائلة واحدة، نتحدر من قبيلة واحدة، ولكن الكثير من المعاناة الذي نشهده في العالم يأتي من الفشل في عدم الاعتراف ببعضنا البعض وبالشخص الآخر، ونحن نفكر لأنه مجرد تغير اللون البشرة أو الشعر أو المعتقد الديني وطريقة التعبير عن المعتقدات واللغات المختلفة، فهذا يعني بأنه يجب أن نعامل الشخص بطريقة مختلفة وبأقل كرامة، فهذا يجب الكثير من المشاكل، ونحن نفكر بأننا نصبح في مكانة أفضل عندما نحبط الآخرين، وهذا يشكل مصدر مشاكلنا عندما ننظر إلى بعضنا البعض بطريقة متساوية، وعندما لا نخضع لهذه السلبيات، حتى أيضا معظم الانتهاكات يبررها الأشخاص الذين يفكرون بهذه الطرق، وفي نهاية المطاف المنتهكون يخسرون كرامتهم وإنسانيتهم أيضا. نيلسون مانديلا علمنا أنه لنكون أحرار يعني أن نعيش بطريقة تحترم كرامة وحرية الآخرين. كل شخص منا حر، كل شخص منا له قيمة، وعندما نحترم حرية الآخرين بغض النظر عن لون البشرة أو معتقداتهم فنصبح أحرارا. كرامتكم تعتمد على كرامتي أنا، وكرامتي تعتمد على كرامتكم. تخيلوا لو تحلل الجميع بهذه الروح، تخيلوا لو الحكومات فكرت وشغلت بهذه الطريقة، تخيلوا كيف سيكون شكل العالم مستقبل الأجيال. نعم، في عالمنا الآن التفكير قد يكون مسألة صعبة وعنيدة. نعرف أن هناك أشخاص يفكرون بطرق مختلفة، والكبار في السن يفكرون بطريقة مختلفة، فانظروا إلى شعر الأبيض. الطرق القديمة قد تكون عنيدة، ولكن أعلم أن القلوب تستطيع أن تحقق التغيير وتوسع تفكيرنا، فبهذه الطريقة تمضي المجتمعات قدما. المسار ليس دائما خطا مستقيما، بعض الأحيان نتقدم خطوة ونرجع خطوة، ولكن أنا أؤمن بأننا نسير باتجاه المثل المتماثلة في المساواة والعدالة. بهذه الطريقة نالت دولكم الاستقلال، ليس فقط بالسلاح ولكن بالمثل، وبهذه الطريقة قامت جنوب أفريقيا بالتخلص من التمييز العنصري. ولهذا السبب أستطيع أن أقف أمامكم كرئيس للولايات المتحدة من أصول أفريقية. علينا أن نتحلى بالتفكير الجديد من أجل تعزيز التقدم الذي سينهض بالأشخاص من الفقر. علينا أن ندعم الديمقراطية وتعزيز الأمن والعدالة التي تقدم وتحقق الاستقرار والسلام، وعلينا احترام كرامة وحقوق الإنسان للأشخاص. هذه هي مفاتيح التقدم، ليس فقط في أفريقيا ولكن في كافة أنحاء العالم. هذا هو العمل الذي نستطيع أن نقوم به سويا، وكلني أمل بأنه عندما أعود إلى وطني سوف أحمل كل هذه الأفكار، وسأتذكر كلمات الشاب السنغالي الذي تعرفت عليه وقال لي أن أفريقيا هي شابة جميلة مليئة بالطموح والأحلام. وأضيف على تلك الكلمات بأنه عندما تبنون الأفريقيا التي تؤمنون بها لن يكون عندكم شريك أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. بارك الله أفريقيا وبارك الله أمريكا. شكرا جزيلا.